ومن الفوائد أن بعضا من الناس يتهاون وليس بمحرم، بعض الناس يتهاون بالصلاة وهناك نائم أمامه، أو أن هناك أشخاصا يتحدثون عنده، وهذا نهى عنه الشرع كما جاء في سنن أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة خلف المتحدث والنائم. لما؟ لأن من يتحدث يشغله عن صلاته، وكذلك النائم إذا كان النائم أمامه ربما أنه يرى شيئا من جسم هذا النائم فيبعثر عليه خشوعه في صلاته.